خلونا نستكمل أيضا يعني هذا اللقاء ونشوف كمان ما دار في صربيا وعلى الزيارة وعلى هامش الزيارة مع الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحى رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية. مساء الخير يا فندم. أهلا أستاذ شفقي، أهلا بحضرتك. إزي حضرتك يا فندم؟ يعني كلمنا النهاردة أولا يعني شكل الكلمة، كلمة السيد الرئيس في جامعة بلغراد وأيضا منحه الدكتوراه الفخرية والزيارات اللي قام بها السيد الرئيس صباح اليوم في صربيا. خلينا الأول نتكلم عن الجائزة. هي تكريم لفخامة الرئيس على مجهود 8 سنين بذل فيهم قصارى جهده، فرض استراتيجيته ورؤيته على الساحة الداخلية وعلى الساحة الإقليمية وعلى الساحة الدولية، استعاد التأثير المصري وابتكر مجموعة من الفواعل والدوائر المؤثرة في علاقات مصر الخارجية، ربط مصر عبر دوائر ابتكارية بمجموعة من القوى المؤثرة إقليميا ودوليا، اهتم بشأن قارته الأفريقية وربط قارته الأفريقية بمشروعات تنموية وحطها على طريق الحداثة. فيما يخص الدولة المصرية، الإنجازين الرئيسيين اللي وعد بيهم سيادة الرئيس وحققهم على الأرض كان القضاء على الإرهاب وكان تحقيق التنمية. مصر تسير بمعدلات سريعة جدا على مسار النمو الاقتصادي. يمكن الحقيبة الاقتصادية في هذه الزيارة حاضرة وبقوة، ويمكن اللقاءات اللي عقدها سيادة الرئيس مع المنتدى المصري الصربي لرجال الأعمال بتدلل على ده، استعراض للمشروعات القومية المصرية واستعراض الإمكانيات التنموية للدولة المصرية قدرت توفرها من خلال المشروعات القومية العملاقة على مدار السنوات القليلة الماضية، وأيضا استعراض الجهود المصرية من أجل استعادة الأمن والاستقرار في الإقليم. سيادة الرئيس استعرض كل هذه الملفات مع الرئيس الصربي ألكسندر سبيتش، وأيضا سيادة الرئيس استعرض ده مع رئيس البرلمان الصربي، وأيضا استعرض ده مع وزير الدفاع الصربي. ويمكن شفنا سيادة الرئيس وهو بيزور القبر الجندي المجهول الصربي، وشفنا سيادة الرئيس وهو مساء اليوم بيستعرض أحدث المعدات العسكرية الصربية اللي تم إنتاجها في الداخل الصربي. ومؤكد ان كل هذه الملفات ملفات بتمنح ميزه نسبيه لعلاقات تاريخيه، علاقات مصر بصربيا باعتبارها احد الدول اللي اتبثقت عن يوغوسلافيا السابقه، دليل على ان مصر لها روابط تاريخيه مع هذه مع مجموعه الدول دي، دليل على ان مصر تتمسك بانشاء مجموعه من الرؤى المشتركه تجاه ما يمر به العالم من ازمات عدم استقرار، من قدرة على التفاعل مع ما يحيط العالم من تهديدات تقليدية وغير تقليدية عبر استعادة الدوائر التفاعل الرئيسية المصرية. يعني ما تنساش يوغوسلافيا كانت أكيد أحد الدول المؤسسة لحركة عدم الانحياز مع الدولة حقيقة المصرية. حقيقة، وتحدث السيد الرئيس في كلمته أيضا عن حركة عدم الانحياز، لأنه أيضا هذه الحركة وتاريخها القديم منذ أن بدأت صربيا أيضا مع مصر، ويعني منذ الزعيم تيتو كمان تيتو. فأعتقد أنه يعني هذه الكلمة أنا شعرت وأن السيد الرئيس يعني يكمل التاريخ، يعني وكأن السنوات سقطت وهو يكمل التاريخ من التواجد المصري القوي. أستاذ شفقي، يعني هي دوائر التأثير لا تسقط بالتقادم، ولكن دوائر التأثير بحاجة إلى إعادة التفعيل. يعني احنا بنتكلم على أول زيارة لرئيس مصري إلى صربيا في هذا التوقيت الحساس اللي العالم بيمر بيه بأزمة أمنية غير تقليدية وغير مسبوقة، أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، واللي بتتطلب تفعيل صوت السلام، اللي بتتطلب مراعاة مصالح البشرية والإنسانية. ويمكن هنا بيبرز دائما ابدا الدور الرائد اللي لعبته الدوله المصريه مع دوله يوغوسلافيا ودوله الهند في حركه عدم الانحياز والقدره على تهدئه وتلطيف الاجواء الصراع الذي كان يكاد يندلع في هذه المرحله، والقدره على التاثير من اجل مصالح شعوب حركه عدم الانحياز. يمكن احنا مش راجعين بمسمى حركه عدم الانحياز او الزياره مش مرتبطه بحركه عدم الانحياز، ولكن كان لابد في هذه الزياره من ذكر هذه الحركه لاستعاده التاريخ وللتاكيد على ان التاريخ مستمر وان جهود الدول التاريخيه اللي صاحبت الفضل في تاسيس حركه عدم الانحياز مستمره من اجل اعاده الاستقرار والامن على مستوى العالم. أكيد. طيب الكلمة الأخيرة والعنوان الأخير بالنسبة لجولات السيد الرئيس من ألمانيا صربيا، وغدا سيكون السيد الرئيس في فرنسا واستقبال من الرئيس الفرنسي ماكرون. طيب ألمانيا فرنسا، خلينا نقول بالتحديد أن
الدولتين الأهم اللي قدرت مصر من خلالهم أن تنفذ إلى القارة الأوروبية، الدولتين اللي ربطت فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بزعماء الدولتين على مراحل مختلفة في الدولتين مع تبادل القيادات في كلا الدولتين في ألمانيا وفرنسا، ولكن ظلت السياسة المصرية راسخة وثابتة على مدار الأعوام الثمانية الماضية. ده بفضل جهود حثيثة بتبذلها الدبلوماسية المصرية على المستوى الرسمي، على مستوى وزارة الخارجية والدبلوماسية الشعبية والدبلوماسية البرلمانية، ولا نغفل في هذا الإطار الدبلوماسية الرئاسية اللي بيظل ليها الفضل في أن هي تقيم علاقات قوية، علاقات متينة مع دولتين بيشكلوا ركيزة أساسية سواء في التحديث، سواء في التسليح، سواء في المشروعات المشتركة. خلي بال حضرتك احنا بنتكلم على ألمانيا المشروعات التعليم العالي الفني، بنتكلم على مشروعات تتعلق بالتسليح للغواصات الألمانية، بنتكلم على فرنسا، بنتكلم على الاشتباك مع قضايا الإقليم ودعم غير محدود في التوجهات المصرية في التعامل مع قضايا الإقليم من أجل تسوية الصراعات في الإقليم على أسس التوصل إلى حلول سلمية. كل دي مجهودات قدرت الدولة المصرية تؤسسها عبر علاقاتها مع هاتين الدولتين، وقدرت من خلالها أن هي تقلب الموازين في علاقتها بالقارة الأوروبية، وان هي تعيد تاني التوازن في علاقه اوروبا بالدوله المصريه، ومن ثم الارتباط وتبني وجهه نظر الدوله المصريه في التعامل مع قضايا القاره الافريقيه وقضايا الوطن العربي. أكيد إحنا نتمنى التوفيق إن شاء الله، وتكون هذه الجولات موفقة، ويحاول دايما السيد الرئيس أن يجد يعني كل الطرق وكل السبل إلى علاقات تجارية، علاقات اقتصادية، وأوضاع سياسية تكون أيضا آمنة وفيها كل ما نتمناه دائما لمصر. الكاتب الصحفي أحمد ناجي أمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أشكر حضرتك شكرا جزيلا.